بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قبل البداية، نظراً أنكم في أيام الامتحان، نحب أن ننهي الدروس ويكون آخرها الليلة القابلة إن شاء الله، يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، بكرة يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، نهاية الدروس في هذه السنة إلى بداية العام الدراسي القادم إن شاء الله. ونظراً لأن منظومة الآداب لم يبقى فيها إلا درس واحد، يكون إن شاء الله محل الفقه في الليلة القادمة من أجل أن ننهيها. هذا ما أحببت التنبيه عليه. أما الاعتكاف فهو في اللغة البقاء في المكان، البقاء في المكان يسمى اعتكافا، سواء كان ذلك مشروعا أو محرما، كله يسمى اعتكاف. فالمشركون يعكفون على معبوداتهم، هو عكوف محرم بمعنى أنهم يقيمون عندها، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعكفون عندها، كما قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يقيمون عندها تعظيما لها وعبادة لها، فهذا اعتكاف شركي محرم. وأما الاعتكاف المشروع فهو الاعتكاف في المساجد طاعة لله سبحانه وتعالى. الاعتكاف الشرعي هو اللبث في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة من أجل العبادة، تفرغ للعبادة، وهو مشروع، عبادة عظيمة. قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون للمساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على الاعتكاف في رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، فسنة الاعتكاف باقية لأنها عبادة لله عز وجل. نعم. قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وقال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فجعل الاعتكاف مع الطواف للبيت و الركوع والسجود، هو عبادة عظيمة، خصوصا الاعتكاف في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وكذلك الاعتكاف في بقية مساجد المسلمين في أقطار الأرض. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. نعم، هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعتكف، بمعنى أنه يتفرغ في المسجد
لعبادة الله عز وجل، وأنه كان يتحرى الوقت الفاضل وهو شهر رمضان، والمكان الفاضل وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف مشروع في رمضان وفي غيره، ولكنه إذا كان في أوقات الفضيلة فهو أحسن. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان وداوم على الاعتكاف، كان يعتكف العشر الأوسط، ثم لما تبين له أن ليلة القدر العشر الأواخر صار يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه من بعده. هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى أن الاعتكاف يشرع للنساء في المسجد، أن تعتكف في المسجد في غرفة أو يضرب لها خبا أو ستر يسترها، تعتكف في المسجد كالرجل. وفي ذلك أيضا أن الاعتكاف لم ينسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو مستمر، بدليل أن أزواجه اعتكفنا من بعده. هذا دليل على بقاء سنة الاعتكاف واستمرارها. وفيه أن المعتكف يدخل معتكفه في بداية النهار، في بداية النهار عند طلوع الفجر، وهذا ما يدل عليه هذا الحديث. وبعض العلماء أو كثير من العلماء يرون أنه يدخله في بداية المساء بعد غروب الشمس، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر واسع، إن دخله في بداية النهار أو دخله في بداية المساء. نعم، فيدخله من بداية النهار من أجل أن يستكمل النهار، أو من بداية المساء من أجل أن يستكمل الليل. أما أن يدخله في وسط النهار أو في وسط الليل هذا خلاف الأولى والأفضل. نعم. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. يعتكف في كل رمضان بمعنى أنه يستمر في كل ما يأتي رمضان، وليس معنى أنه يعتكف رمضان كله، ولكن معنى في كل رمضان أي أنه يعتكف في كل سنة، في رمضان من كل سنة، لا أنه يعتكف سنة ويترك سنة، لا، بل كان كل ما جاء رمضان يعتكف منه. هذا معنى في كل رمضان، يعني في كل سنة. وفيه كما في الحديث الذي قبله أنه كان يدخل معتكفه في بداية النهار. نعم.